خلينا ننتقل للحديث عن دوري أبطال أوروبا، اليوم الثاني من مباريات الجولة الخامسة من مرحلة دوري المجموعات. خلاص اتحددت بنسبة كبيرة 90% الأندية اللي تأهلت لدور ثمن النهائي. هقول لحضراتكم النتائج ومين اللي تأهل من كل مجموعة. المجموعة الأولى امبارح تعادل جالاتا سراي مع مانشستر يونايتد 3-3، وبايرن ميونخ مع كوبنهاجن بدون أهداف. وبكده بقى ترتيب المجموعة، بايرن ميونخ بيجي في الصدارة عنده 13 نقطة، تأهل خلاص، بيجي بعد منه كوبنهاجن 5 نقاط، بعده جالاتا سراي بنفس الرصيد، وأخيرا مانشستر يونايتد عنده 4 نقاط. المجموعة الثانية أرسنال اكتسح لانس بسداسية، رفعت رصيده ل 12 نقطة، تأهل خلاص لدور ال 16 وراء ايند هوفن اللي كسب اشبيلية 3-2 ورفع رصيده ل 8 نقاط، بعد كده لانس 5 نقاط، وأخيرا اشبيلية نقطتين. المجموعة الثالثة ريال مدريد حتى الآن العلامة الكاملة، 5 مباريات ب 15 نقطة بعد الفوز امبارح على نابولي 4-2 وتأهل خلاص لدور ثمن النهائي وراء نابولي 7 نقاط، ويكفي التعادل في آخر جولة مع براجا صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وبيجي بعد منه يونيون بولين بنقطتين. المجموعة الرابعة ريال سوسيداد اتعادل مع ريد بول سالزبورغ ورفع رصيده للنقطة ال 11 وتأهل مع انتر ميلان اللي تعادل مع بنفيكا 3-3 بنفس الرصيد. المجموعة الخامسة تأهل اتلتيكو مدريد ومعاه لاتسيو، والمجموعة السادسة تأهل بروسيا دورتموند، وما زال صراع بين الثلاثي ميلان وباريس سان جيرمان ونيوكاسل، والجولة الأخيرة هي اللي هتحدد مين الفريق الثاني اللي هيتأهل. المجموعة السابعة تأهل مانشستر سيتي ولايبزيج، والمجموعة الثامنة تأهل برشلونة، وما زال هناك تذكرة ما بين بورتو البرتغالي وشختر الأوكراني.